السلام عليكم. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 20 ببلدية عين عبيد بقسنطينة. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بموقف للحافلات. وجاء في ذات البيان أنه تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى المحلي والعملية متواصلة، فيما لقي شخص حتفها وأصيب 2 آخرون إثر اصطدام بين قطار وسيارة بممر محروس بالطريق الولائي رقم 33 بولاية وهران. وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد خلف الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين كانوا على متن سيارة. ووقع الحادث بمنطقة السنية، أين كان القطار متجها لولاية عين تيموشنت. رحم الله الموتى وألهم ذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.